سيد احمد عزت، خليني اختم معاك واقول لحضرتك واسالك نفس السؤال، حضرتك ايه اكتر درس اتعلمته وتحب تعلمه وتحب تشاركه مع الناس فيما يتعلق بمساله فتح ابواب الخير وغلق ابواب الشر؟ يعني انا هقول لحضرتك الحاجه اللي انا بحاول افكر نفسي فيها كل يوم، انه اسمع اكتر ما تتكلم، وسيب الناس الدلع مساحه ان النور يخرج منها، وما تكبتش على نفسهم، وهو كان نصيحه واسمع، وهو كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيخرجها من الناس، احنا بس مزنقين على بعض، لما بندي مساحه هي العمليه بتمشي لوحدها. يعني انا مش عارف، يعني النصيحه دي على قد بساطتها على قد روعتها، ان كتير من الناس بيبقى عندهم انوار كتيره وبيبقى عندهم افكار عبقريه، وكتير من الافكار دي بتموت لما حد يمنعه من انه يتكلم، او حد يوقفه، او حد في لحظه مهمه وهو بيربط في افكاره يقطعه، فالافكار دي تتمزق وتضيع. انا عايز اقول حاجه، ان مش بس تضيع اعمار الناس او تضيع اموالهم بيكون بس بان انت تاخد منه الفلوس او تسرقه، ممكن تسرق منه كمان الربط اللي ربنا كان ملهمه اياه والمدد اللي ربنا كان مديهوله ما بين افكاره. ولذلك كتير من الناس يقول له سيبني ما تقطعش حبل افكاري. مين اللي جعل الحبل ده اللي وهبه هذه المنة؟ الله. فما تقطعش الطريق اللي ما بين عبده وما بين الله. وايه تاني يا سيد احمد؟ يعني والله يا سيدي احنا لو قدرنا نعمل كده الخير بقى يبقى من عند ربنا لا يعد ولا يحصى، يعني ف يعني لو قدرنا نحقق ده نستقبل بقى على قد ما نقدر ان شاء الله. انا الحقيقه مش عارف اشكر ازاي الباشمهندس محمد علاء وكمان السيد احمد عزت السبكي، انا شاكر لحضراتكم كل هذه التطبيقات اللي في الحقيقه تطبيقات مليئة بالنور ومليئة بالبركة ومليئة بالصفاء.